عبد ربي عبد الصمد حمدان من مواليد 1982، ازددت اقليم تطوان وحفظت القرآن هناك يعني في سن مبكر على يد والدي حتى الوالد، وثم الاخ ديالي كذلك الاكبر وبعض الشيوخ يعني الذين كانوا يحفظون للقرآن الكريم، فالحمد لله والشكر لله على ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. الشعور ديالي والإحساس ديالي صراحة والله العظيم يعني أقولها بصراحة كسائر الناس، كنا يعني مشتاقين هذا اللقاء المبارك، اللقاء الذي يجمعنا في بيوت الله في المساجد. الحمد لله هذا فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الناس كاملين يعني فرحانين بهذه اللقاءات، وكانوا يعني في أمس الحاجة إليها، لأن القلوب تحيا بهذا الذكر وتحيا بالقرآن الكريم. بالنسبة لحفظ لكتاب الله، يعني كسائر المغاربة يتفرغون لحفظ القرآن في الصغر، فأنا كنت صغير والوالد ديالي رحمه الله كان فقيه، كان يحفظ القرآن، وباعتبار الأسرة تقريبا كلها يعني من حملة كتاب الله، الإخوة جميعا والعائلة كاملة، يعني احنا في العائلة ديالنا كل بيت مثلا الأعمام والأخوال والأسرة، كل بيت مثلا تجد فيه إما جوج الحفاظ وإما ثلاثة أو واحد على الأقل كل بيت، هذه خصوصا في قبيلتنا بني ليت، يعني اللي هي محسوبة على بني حسان إقليم تطوان، وهذا معروف عند المغاربة، كانوا يحفزون أبناءهم وكانوا مثلا يعلمون أبناءهم حتى في البيت، حتى إذا لم يتيسر لهم الذهاب للمسجد أو للكتب فيعلمون أبناءهم في البيت، هذا معروف. والمسيرة ديالي مع كتاب الله المسيرة كانت باشتياق لكتاب الله، لأنني كنت أتنافس يعني أنافس على القرآن، لأنني أرى إخوة الذين كانوا أكبر مني سنا يحفظون القرآن ويجودونه، فأنا كنت أريد أن أكون مثل إخواني الأشقاء الذين كانوا أيضا الذين هم بعضهم شيوخي في التحفيظ وفي التعليم وفي إلى غير ذلك. فحينما يكون الإنسان له هدف، يعني يقصده حينما يكون الإنسان له هدف، يعني لا بد أن يشمر على مسعاه لكي يصل إلى هذا الهدف، وكان الهدف هو أن أصير من حملة كتاب الله، هذا هو كان الهدف الأسمى والأجدر، لأن أكون من حملة كتاب الله عز وجل. الحمد لله وفقني الله عز وجل، وكنت أيضا يعني مشغفا يعني شغوف ببعض القراء المجودين، وأنا في سن صغير يعني كنت أسمع للقراء خصوصا المشارقة كعبد الصمد عبد الباسط وغيرهم من القراء الذين كانوا
ضاع صيتهم في العالم الإسلامي، فكنت يعني مشغوف بهم وكنت أحبهم وأحب الاستماع إليهم. فالحمد لله أوفقني الله عز وجل ويسر لي هذا الأمر حتى أصبحت ولله الحمد أرتل القرآن الكريم حسب ما يسر الله لي من تعليم وحفظ. التحاق ديالي بالمسجد هو يبقى ذلك فضل الله. كنت أصلي في المسجد مسجد بدر، كنت أصلي هناك التراوح صلاة الصبح، وصاحب المسجد كان يصلي هناك في الصبح، وسأل الإمام قال له بغيت هذا القارئ الذي يصلي التراوح بغيت نتلاقاه. فاستشار معي إمام المسجد، قال لي هناك أناس يبنون مسجدا في بوخلف، مسجد كبير، فيريدون مثلا لقاءك. قلت لهم تفضلوا. فدخلوا عندي تما وقالوا احنا عندنا واحد المسجد كان بنيوه في بوخلف، مسجد كبير، وبغينا تكون إمام تما، واش ممكن؟ فقلت إن شاء الله لا مانع، يعني هناك بعض الشروط، ولكن قلت لا مانع الحمد لله، لأنني كنت أنا ذاك يعني لست إماما بأحد المساجد. فوافقت في البداية. وحينما جاء رمضان، لما جاء رمضان مثلا أتيت للمسجد صليت فيه وهو من غير أن يكتمل، كان لا زال في البداية، صليت بالناس وأعجب الحمد لله، أعجب الناس الحي بقراءتي، وطلبوا أيضا من صاحب المسجد والذي كان مشرفا عليه بأن يأتي بي للمسجد رسميا، فطلب من المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية طلبا لأكون إماما هنا. هذا كان سبب الإتيان لهذا المسجد، وهذا يبقى سر، يعني سبحان الله، يعني الناس أذواق، كما مثلا الإنسان يتفكه بالفواكه التي هي فواكه حسية، فكذلك يتفكه بالقرآن، لأنه حينما يخرج بصوت شجي من أفواه المشايخ والقراء يكون كالفواكه. فالناس يفضلون هذه الأصوات يعني بعضها على بعض، يحبون المشايخ مثلا من أجل إما الإتقان وإما الصوت الحسن. وكذلك ربما هناك سر من أسرار الله عز وجل، في نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك سر فيه إخلاص وفيه مثلا إيمان، فالقراءة حينما تكون تخرج من القلب تصل إلى القلوب، وإذا كانت لا تخرج من القلب حتى لو كان الصوت الحسن والصوت الجميل وما إلى ذلك فإنها لا تصل القلوب. فالناس إذا كانوا يحسون بخشوع مثلا بالخشوع والطمأنينة، وأظن هذا هو السر، وهذا هو الشيء الذي يجمع الناس لصلاة التراويح ورائي. بالنسبة للنصائح التي أقدمها، نصائح كثيرة جدا. أولا
خصهم يكونوا التلاميذ أو الشباب كيف كانوا سواء كانوا صغارا أو كبارا، خصهم يكون عندهم واحد الهدف، واحد الترغيب والتحفيز من أجل تحفيظ هذا الكتاب. والشيء إذا أردت أن تحبه فعليك أن تبحث فيه وأن تبحث عن فضائله. مثلا لماذا مثلا الشباب يحبون مثلا لاعبا، مثلا لاعبا من كرة القدم؟ لأنه يتابع أخباره ويتابعه مثلا. لكن القرآن إذا أراد الشباب أن يحبونه فعليهم أن يبحثوا في قصصه، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. والقرآن فيه مثلا فيه كل الخير، كل خير للشباب والشابات وللكبير والصغير، فيه شفاء، فيه هدى، فيه الإيمان، فيه كل شيء في القرآن. فالشباب إذا كانوا مثلا يتنافسون في معرفة صوره، في معرفة أسباب نزوله، يعني يتنافسون في حفظه، ويكون عندهم مثلا الشاب يكون يقول مع راسه أنا اليوم أقرا سورة يوسف مثلا، يكون عنده واحد الشغف، واحد الحب من ديك الصورة، ويعرف شنو المعاني ديالها. لكن احنا هذا الشيء ما كاينش الترغيب والتحفيز هذا للأسف. لو كان هذا الشيء هذا كاين غيكون الشباب عندهم واحد الرغبه واحد، لكن احنا القران عندنا في 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 خانه، يعني ربما في موقع لا لاجل شيء معين. اما مثلا بهذه الاهداف هذه قليل اللي عنده هذه الاهداف يقرا القران بهذا الشكل. ولذلك انا اراقب الشباب والشابات والكبار الكبير والصغير من اجل الاهتمام بالقران حتى يتمكنوا من حبه. فان احبوه تعلقوا به، وإذا تعلقوا به فكانوا من الفائزين، كانوا من الحفظة. فأنا أعطيك مثلا عبد ربي، أنا لو خيرت، يجي مثلا يقولوا لي دابا أنت حمدان لو شبرنا هذا القرآن، نقول لك عن ديوهلك من راسك ما يبقاش في راسك وهذا الصوت، ونعطيوك مثلا اللي بغيتي، الطيارة، يعني اللي بغيت يقولوا لي مثلا هذا السؤال هذا، ولكن بشرط نزولوا لك القرآن ونزولوا لك هذا الصوت وهذا الشيء، واش تقبل؟ أبدا لا أقبل نهائيا بهذا. علاش؟ لأنني أحب هذا الكتاب وأفتخر به افتخارا لا مثيل له. يعني ممكنش أنا لما ذهبت لمصر، وهذا باختصار ذهبت لمصر من أجل متابعة الدراسة، أول هذه قصة باختصار أحكيها لكم. ذهبت من أجل إتمام الدراسة، وواحد مرة كنت مع واحد الحلاق، كان وديك الحلاق يحلق لي راسي، وانا كنت هودنا وكنديو نجيبو في الهضره، وانا كنت شغوف بواحد القارئ سميتو سيد متولي، شغوف به كثيرا. وهو كان عنده هذا القارئ يقرا في اذاعه في المحل ديالو، كان كيقرا. قلت له هذا القارئ هذا اين يسكن؟ قال لي في مدينه بعيده جدا. وقلت له هذا القارئ احبه كثيرا واريد ان التقي به. وبقينا كنتكلموا، قال لي ماذا حبك له مثلا؟ شحال نقدروا هذا الحب ديالك لهذا الشيخ؟ قلت له مثلا، قال لي لو خيرناك تلقى رئيس الدولة مثلا حسني مبارك كان في ذلك الوقت، ولا تلقى هذا السيد متولي؟ قلت له لا نفضل السيد متولي. وقال لي تلقى السيد تفضلوا على؟ قلت له نعم والله، حتى لو خيروني نتلقى السيد متولي. وسبحان الله دوز شهر وجيت، يلا وصلت لطنجة، عيط لي الأخ ديالي قال لي راهم اتصلوا بك من وزارة الأوقاف، عندك مسابقة في مصر، مسابقة في مصر دولية. طلعت للرباط، فعلا عطوني المسائل وهذه باش نمشي ندوز المسابقة في مصر. دوزت المسابقة في مصر، جيت الثاني في التفسير وهذه، والتقيت بحسني مبارك، وشاءت القدرة أن ألتقي بالشيخ كذلك. التقيت بالسيد متولي، زرته في بيته، وقرأت عليه ما تيسر من كتاب الله، وكان هذا الحمد لله تحقق، يعني كان حوار يعني وتحقق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يعطي للعبد يعني ما شي حاجه ما كيكونش يتصورها، وكيعطيها الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الكتاب. وحنا مثلا لسنا مع الملوك، لسنا مع الرؤساء بيالاش، ماشي مثلا بالفلوس ولا عندنا شي حاجه ولا انما بالقران، بكتاب الله. هذا القران هذا وصلنا لدرجات يعني ما كناش حتى كنتصوروا انجلسوا فيها، والحمد لله وفقنا الله. وهذا قلت باختصار من أجل أن أرغب الشباب والشابات من أجل أن يهتموا بكتاب الله، فهو فيه شفاء لما في الصدور كما قلت، وفيه الخير كله، والحمد لله رب العالمين. السؤال للصائم هو الصبر، من الأمور التي على الصائم أن يصبر، فإن صبر تحقق له كل الخير. يعني الصبر ما يتكلمش في الناس مثلا هو صائم، يشتغل بكتاب الله. إذا اشتغل بالقرآن هو صائم يغنيه ذلك الكتاب عن الغيبة وعن النميمة، ويغنيه أيضا عن كل شر. فالصبر وقراءة القرآن والاشتغال بكتاب الله
والاهتمام بما ينفعه، فهذا الذي أوصي به الصائمين حتى يكون الصوم إن شاء الله صحيحا ومقبولا عند الله. الرسالة ديالي كنوجهها للناس الذين يصلون ويأتون لهذا المسجد، أولا أن يدعون معي، ادعوا معي مثلا هذا الجامع الغافر من الناس، لابد أن تستجيب دعوة أحدهم. يعني يمكنش الله سبحانه وتعالى هذا الناس كاملين لو ادعوا معك يعني قد يستجيب لأحدهم، فهذا هو الفوز. يعني هذا الشيء اللي كنت منه من الناس، وكنت منه من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص أيضا حتى تكون هذه القراءة تصل إلى قلوبهم. وكنشكر الناس الكاملين اللي كيحبوني، لان علاش ما كيكون هذا الجمع هذا، وهذا كيعطي للانسان حتى واحد التحفيز واحد التشجيع. يعني هذا من فضل الله كما قلت في البدايه. فالرساله التي اوجهها لعامه الناس، فاولا هي ان ادعو معهم في السجود وفي إن شاء الله في طيلة هذا الشهر وفي غيره من الأيام، أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين كذلك بما حفظ به الذكر الحكيم وأسرته كذلك، وأن يبارك في عمره وصحته، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وأنا كذلك أجدد شكري لكم وللقناة التي هي طنجاوي بواكم على هذا العمل المبارك الذي يهتم صراحة بالأئمة والقراء، فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أولا، وأن يبارك في مجهوداتكم، وأن يبارك في هذه القناة، وأن يتقبل منكم هذا العمل، وأن يجعله في ميزان حسناتكم وحسنات المغاربة جميعا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.